يعني رشا، كنا نحن عم نتابع مادة رصدنا فيها خلال السنوات الماضية كيف كانت وضع الدراما السورية، شفنا حملات يمكن كانت المقاطعة، نوعية اليوم المواضيع يلي كانت عم تتناولها الدراما قبل 2023 اختلفت. صحيح، من 2018 رجع هيك لنشوف مثل ما شفنا بتقرير تنتعش الدراما. اليوم الحرب أثرت بشكل كتير كبير وشفنا اتجاه كتير كبير من شركات الإنتاج. اليوم يعني اليوم ما بدنا نخبي، مثل ما بيقولوا الشمس ما بتتخبى بإصبع. اليوم شركات الإنتاج كانت هي العامل الأساسي باختيار النص واختيار توجه العمل الدرامي. فشفنا بهي الفترة كانت الأعمال كلها راحت لل، خلينا نقول للأعمال للحرب، وشو كانت صار توفيقية للأحداث اللي كانت. ونحن يعني خلال صباحنا غير وسنوات الماضية كنا عم نحكي وكان في هيك رأي مختلف للنقاد بين الأشخاص اللي قالوا إنه هي عم توثق صحيح، وبين الأشخاص اللي قالوا إنه توثيق يعني الحرب بده سنوات يعني صحيح. طويلة. بتختلف دائما آراء النقاد بهذا الموضوع. هلا نحن بال 2023 وبالنتاج الدرامي السوري ضمن 2023 أكيد لنحكي أكثر عنه. سمعنا كثير اليوم من الأشخاص عم بيقولوا الدراما السورية رجعت، في كثير حفاوي اليوم كانت لبعض عرض أعمال سورية، سماها رشا أعمال سورية خالصة، يعني الأبطال سوريين، التصوير صار بسوريا، الكوادر كلها من سوريا وأيضا المخرج. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع أكيد بيسعدنا نرحب بالناقدة سعاد زاهر رئيسة قسم الثقافي في جريدة الثورة للحديث أكثر عن الدراما السورية بعام 2023. صباح الخير ورمضان كريم. صباح النور، رمضان كريم، ينعاد على الجميع بالخير والسلام. آمين، يسعد صباحك، نورتي صباحنا لليوم. كنا عم نشوف ضمن التقرير نتاج سنوات سابقة يعني، وشفنا حتى بالتقرير شفنا في كان أعمال أخذت صدى كثير كبير. 2023 نحن ببداية موسم رمضاني جديد، يمكن اليوم الصورة لسه ما أنا واضحة كثير، ولكن نحن كمشاهدين بنعرف نقيم العمل من أول كم حلقة، يا عم بشدنا ومنتابع يا أما منروح لعمل تاني. اليوم كيف بتشوف اليوم 2023 رمضان؟ طبعا ما بنقدر نحكي على الدراما السورية ب 2023 ما زال عن الماضي، هي تاريخ صار تاريخ من تقريبا بداية منتصف التسعينات، بدأت تظهر على كل الفضائيات أثناء الفورة الفضائية اللي عشناها بالتسعينات، فأثبتت الدراما السورية وجود كتير مهم. هالموسم كمان صراحة هي خلال موسمين الماضيات 2020 و2023 بدأت انطلاقة مختلفة، نلاحظ وجودها على مختلف الفضائيات، سواء يعني هلا المحلية هذا أمر بديهي، لكن حاليا لا يخلو فضائية عربية خاصة دون الفضائيات اللي مهمة وذات صيت عالي إنه موجود دراما السورية. كملمح أولي وكنظرة بانورامية أولى، هلأ خاصة وقت كنا عم نشوف الريبورتاج، إذا بتقارني بالأعمال الموسم الحالي في عنا نقص بالدراما الاجتماعية المعاصرة اللي هي كانت تحاكي شريحة واسعة من المجتمع السوري وعبر نصوص تأخذ من الراهن. هلأ شو السبب أنه الواقع سوداوي لدرجة أنه ما وجدنا ما التقى أنه كاتب ياخذ هذا الواقع ويقدر يصيغه يناسب مشاهد محلي ومشاهد عربي، فهون في ثغرة بهذا الموسم تحديدا فيما يتعلق بالنصوص الاجتماعية المعاصرة. هلأ إذا من خلال متابعاتنا بالنصف فيك تقولي بالثلث والرمضان في عنا سمات عديدة ممكن نحكي على هاي الدراما هذا الموسم. أهم سمة هو أول شيء نروح على الإنتاج، في عنا نوعين من الإنتاج، عنا إنتاج داخلي وعنا إنتاج خارجي. الإنتاج الداخلي تمثل بعدة مسلسلات عم تنعرضها بعض القنوات مثل كارازون، عنا صبايا كمان هذا انتاج ذكرتي انه في انتاجات سوريه بحته هي منها، في عندنا خريف عمر لسلوم حداد للاخراج المثنى صباح بطوله سلوم حداد وباسم ياخور، في عندنا كمان انتاجات خارجيه. هلا هي سوريه بس لكن التمويل الخارجي مثل الزند، هلا الزند هو شركه لبنانيه، بينما هو الطاقم كلياته من ناحية المخرج سامر برقاوي، النصر عمر أبو سعدة، الكادر الكاست التمثيلي كلياته، التصوير كله طبعا هو من هلا من أهم الأعمال اللي عاملة ضجة، إضافة لأعمال أخرى رح نأتي على ذكرها مثل النار من نار المخرج محمد عبد العزيز، كمان مسلسل كثير بهذا الموسم الرمضاني. هلا مشان نتابع بنفس السوية المنهجية إنه نحن عنا من ناحية الإنتاج إنتاجات داخلية وخارجية، في عنا من ناحية النوعية في تنوع كبير
طبعا قلنا انه في غياب المعاصر، لكن في عندك بيئه شاميه من اهم اعمال هذا الموسم، عندك مربل العز كثير مهم ل وعامل مقترح درامي جديد بالبيئه الشاميه لرشا شربتجي. عندنا العربجي، العربجي باب الحارة 2000. هلا هذول الاجزاء يعني حارة الإبة جزء ثاني، باب الحارة جزء 13، بس في عندك ثلاث مسلسلات عم تقدم شيء مقترح جديد بالبيئة الشامية اللي هي زقاق الجن، عندك العربجي وعندنا مربى العز. عندنا كمان شيء بوليسي خريف عمار، وشو عندنا كمان مقابله مع السيد ادم انا متابعه. فتلاحظي انه هلا نحن طبعا نحن عم نجتزئ مشهد من المشهد الكلي، يعني هلا انا عم بحكي يعني بفضل احكي بهي المقابله على الشيء اللي انا متابعته بدقه افضل بعد احكي، يعني نحن عم نحكي على مشهد معين، في عندنا انواع كثير اخرى. هي الدراما المشتركه اذا هيك بدنا نفندهم، كان في عندنا النار بالنار وفي واخيرا، يعني نحن عم نحكي قطال فكره الدراما السوريه في ملمح كثير مهم لازم نحكي عنه اللي هو له علاقه بالاداء التمثيلي، هو لانه رافعه كثير مهمه للاعمال السورية الدرامية. في عندك كمان هذا الموسم إذا بتلاحظي أنه عدة مستويات من الأداء، عندنا أول شيء الثنائيات اللي عم تنشهر فيها الدراما السورية، في عندك ثنائية هذا الموسم مشتغل عليها باسم ياخور وسلوم حداد بطريقة ممتعة جدا سواء بالعربجي أو بخريف عمر، في عندك ثنائية هي من الإنتاجات بس عفوا هون اليوم مختلفة، يعني نحن عم نشوف ثنائية يعني رجال بالعادة، نحن لما نقول ثنائية دائما ايوه بيكون انه يعني شب وبنت، وغالبا يعني بالدراما المشتركة عم نشوفها. هلا رح اذكر لك، في عندك ثنائية كاريس بشار عاملة دور مريم المدرسة اللي بتسافر على بيروت بمسلسل النار للنار للمخرج محمد عبد العزيز ونص عن نص رامي كوسا كمان عامل نوع من الجدل. في هي ثنائية هي وعابد فهد عاملين ثنائية ممتعة ومسلسل لحد هلا يعني عامل حالة كتير حلوة خارج نطاق الأكشن. شو عندك؟ عندك بالأداء البطل الشعبي هذا كمان هذا الموسم كتير مهم من خلال شخصية العربجي وشخصية الزنت قاصي. هلا كمان في ملمح مهم حابة أذكره لاحظناه عند رشا شربتجي بالمجموعة الأطفال، يعني لفتوا نظر كثير بمربى العز. عموما هي بتتميز بناحيه الاداء، تتميز الدراما السوريه بالاداء الجماعي، عدم انفراد البطل الاوحد، وهذا كثير مهم للدراما لانه وقت العمل بيكون متماسك العمل الجماعي بيعطي قيمه اهم للعمل. هلا في شيء اخير، فكره اخيره رح اقولها فيما يتعلق بالدراما السوريه، موقعها ضمن كل الدرامات العربيه. تلاحظي هاي السنة انه في نهضة درامية عربية، هي على مدار سنوات بس بشكل خاص فعلا في فورة مو طبيعية اللي عم يتابع الكل، في مشهدية درامية متكاملة. هلا المصرية مو شيء جديد انك تلاقي هذا التنوع، هذا الغنى، يعني عم تابع مسلسل اسمه الهرشة السابعة مع انه عم يحكي تفاصيل معاصرة بسيطة الزوجين. كيف بيعانوا بتطلقوا عندهم اولاد، الحبكة كثير بسيطة بس طريقة العمل ممتعة. هي هالشيء اللي نحن مفتقدينه، انه في عندك اعمال معاصرة بمصر نحن هون عم نفتقد الاعمال المعاصرة، عندك الدراما الخليجية عم تنهض بشكل كبير، عندك الدراما حتى العراقية، يعني لما عم تشوفي بعض المشاهد لمسلسلات عراقية في صحيح. في نهوض كثير كبير، واللبنانية من خلال الدراما المشتركة. كون ذكرتي الأعمال المشتركة والدراما المشتركة، شفنا بالسنوات الأخيرة أيضا الأعمال المشتركة بين الفنانين السوريين وفنانين عرب، اليوم قديه هذا التواصل وتبادل الثقافات أثر على الممثل السوري، وهل كان هو نقطة إيجابية وتحول إيجابي إن كان برصيده وإن كان بنجوميته؟ هلا فيما يتعلق بالتحول الايجابي ما في شيء اكيد، يعني له جانب ايجابي وجانب سلبي. هلا الدراما المشتركه هي وليده المعاناه الدراما السوريه، يعني خلال السنوات العشر الاخيره بتلاحظي انها هي نهضه الدراما المشتركه. شو السبب؟ السبب انه بسبب الظروف اللي عشناها بسوريا اضطروا بعض صناع الدراما لمغادره البلد، فالشركات الانتاج عندها مخ تجاري ذكي انه حاولت الاستفاده من هالطاقات السوريه من ناحيه الإمكانياتهم. هلا هي فعلا كان عندها مقترح مهم كثير، يعني عندها فضاء واسع لتشتغل على مقترح درامي مختلف، لكن قدرت تعمل هذا الشيء. هلا نحن اللي بنلاحظ بقسم كبير من الأعمال انه راحت على الشيء على البعد التجاري الاستثماري، الاستعراض، الابهار، ديكورات، ممثلات جميلات، بينما المضمون
في هذا الشيء اللي كنا عم نقوله بالمقدمة، إنه شركات الإنتاج كان لها التأثير الأكبر في مضمون العمل ونص العمل بكثير من الدراما اللي شفناها بالسنوات السابقة. يعني تجارة من النهاية، يعني شركات الإنتاج هي بتروح على لغة السوق. صحيح. يعني نحن السوق الدرامية العربية أصبحت منمطة، لأنه في أنواع معينة، في عقلية إنتاجية محددة حاطة قيمة ثلاثة بدها هي الإنتاجات اللي مفرغة تنميط زائقة مشاهد، يعني تنميط ذهن وزائقة مشاهد إلى حد ما. هلأ فيما يتعلق بالدراما المشتركة نحكي كمان في عدة أفكار خرج الواحد يحكيها، لأنه فعلا هي هذا العام كتير في إلى يمكن حوالي 8 أعمال دراما مشتركة. هلا الدراما المشتركه هي ماله جديده، نتذكر من فتره شفت فيلم اسمه عقد اللولو لابو عنتر و قديم إيه، انه كان في المصريين واللبنانيين والسوريين، لكن نحن هي هالعشر بعدين وقفت، يعني اشتغلت فتره دراما مشتركه وقفت، كانوا يستعينوا بممثل واحد مسل او اثنين. اما حاليا انه في يعني بالضبط هلا هسه حوالي 8 مسلسلات دراما مشتركة. في عندك من بيناتهم مثلا مسلسل واخيرا اللي هو على سيرة الثنائيات قصي خولي ونادين نجيم، هي ثالث مسلسل بيعملوا ثنائيات. عندك 2020 5.5، وعندك هلا هذا المسلسل واخيرا. طبعا هو يعتبر من انواع الدراما المشتركة اللي الى حد ما عم يتقبلوا، يعني وفي تكرار، يعني عفوا يعني لما نحن عم نشوف الانتقادات وخصوصا لها مسلسل واخيرا، يعني اغلب الانتقادات نحن ما شفنا شيء جديد، يعني بيقولوا لك اللي شاف عم يشوفه اخيرا كان عم يشوف 2020، هي نفس بالضبط. الفكره نفس يمكن طبيعي روح الاخراج نفس الممثلين، هي الثنائيات. يمكن شركات الانتاج تعتمد على اسم، انه هذا الاسم بياع، من هذا المبدا يمكن بينتجوا أعمال تسويقي، يعني أنه الاسم الفنان يعني أو البطل، يعني هذا الفخ اللي وقعت فيه الدراما المشتركة. وبينما كان لازم تعتمد على تبادل الخبرات، على نص مهم، اعتمدوا على الإبهار وعلى الشيء خارج القيمة الفنية، أو يعطي للعمل عمقه ومعناه الدرامي. حتى صرنا نشوف اليوم في أكشن ويعني ضغط على كثير من المشاهد الدراما اليوم، شو رأيك بهذا الكناقدة اليوم؟ إذا بدك تعرفي ليش بدنا نعرف ليش الأكشن، هلأ الأكشن بسبب هالمنافسات. شايفة أصلا خلال رمضان هاي الوجبة الدرامية الكبيرة برمضان، فمحتاجة حتى تشدي المشاهد جرعة أكشن بكل حلقة، لازم جرعة أكشن. هلا احنا فورا بنروح بالقصة، يعني حتى الممثلات، يعني لاحظي انه حتى الممثلات هلا مثل نادين نجيم ذكرناها واخيرا كله اكشن تقريبا المسلسل، عم على غرار يعني الممثلات قصدهم جونيفر يمكن لورانس سكارلت جوهانسون، عاملين الممثلات الاجنبيات عاملين ادوار اكشن بس يعني بارعه. هلا هون في انتقاد للاكشن انه فيه سذاجه، انه ما بيتعدى، انه خناقه بين اثنين بحارب تطاير فيها الكراسي. هلا هو الممثل اللي فعلا بيمتلك لغة جد خرج انه يعمل اكشن بيكسر له نمطية الاداء، يعني مهم بكسر نمطية الاداء انه وله مشاهدين وله جماهيري. لكن مشكلة هذا الاكشن خاصة هلا حاليا وفي موسم، يعني بهذا الموسم دون ذكر اسماء مسلسلات، عم يروحوا باتجاه العنف والإراقة الدم، وهذا له كثير تأثير سلبي على المشاهد. طيب خلينا نحكي هيك اليوم، شو هي العوامل يلي بتخلي موضوع الدراما السورية يرجع يلمع من جديد؟ مثلا في بعض المسلسلات شفنا حالات النص هو تفوق مثل النار بالنار، يعني رغم جرأة الحوارات يلي عم بتكون الناس حبت، لأنه بتقلك الحوارات نحن حتى لو كان إلى حساسية معينة ما بتطلع بشكل واضح على الإعلام، ولكن الناس عم يحكوها بين بعضهم. في أشخاص مثلا قالوا لك أنه نحن ما شفنا المواطن العادي يلي هو مثلنا، يعني عايش بحياة العالية، يا ناس يا مسلسلات هربت للخيال أو هربت للماضي مثل ما بيقولوا. اليوم الدراما السورية لشو بحاجة؟ لأي نوع بالذات؟ هلأ ذكرتي مسلسل النار بالنار، هو فعلا بيعطي نموذج كتير مهم للدراما السورية، لأنه عندك أنا قريت على صفحة عم بقرأ تقريبا كل شيء عم ينزله المخرج محمد عبد العزيز،
حتى عم بقرا اللي عم ينزلوا كمان رامي كوسا وصار بيناتهم جدل عن المخرج اخذ المقطع الماس واشتغل عليه مع الكاست الفني، فطالع عندك شيء كثير على الشاشه جذاب ومهم لدرجه انك انت وقت بتشوفي السوريين اللي عايشين بالحي الشعبي ببيروت بتحسي حالك انك عندك رغبه، بتنسي باللحظه انه مسلسل، عندك رغبه تروحي تعيشي معهم تشوفي تتابعي هالتفاصيل. لاحظي شغله، لا فيها اكشن لا فيها ابهار، حي شعبي بسيط، ناس بسطاء قدران المخرج يعمل من خلال التمثيل العميق النص والافكار المهمه. يعني عامل حالي لا فيها بطء ايقاع، عامل حالي كثير حاله دراما كثير مهمه. وبعتقد هلا هي بتجاوب على سؤالك انه نحن الدراما شو محتاجه؟ محتاجه لمخرج مهم عنده رؤيه اخراجيه، لنص مهم، لانتاج، العقلية الإنتاجية غير تسويقي. العقلية يعني. الإنت هلا لما بيتكامل العمل وبيحتوي على كل هاي العناصر بيلاقي بعد تسويقي قطعا، لأنه المشاهد كما يروجون إنه المشاهد ما بيحب يعني تنمط ذائقته وفي أنواع معينة بده إياها، لا ممكن يتمرد ويروح على أنواع كثير مهمة تنمي فكره ويكون لها رسالة. أكيد اليوم لسه مثل ما قلنا الصورة ما أنا واضحة ب 2023 للدراما، ولكن كبداية وكسوشيال ميديا وشفنا اليوم قديش في ناس تعلقت بمسلسلات. بسؤال أخير قبل ما نودعك، اليوم عم نشوف ألفاظ نحن كسوريين ما أنا متعودين اليوم نسمعها ببعض المسلسلات، يعني جديدة وصريحة وواضحة جدا، يعني أنه اليوم أنت ما بتقدري تشوفي المسلسل ومعك ابنك، يعني نحن ما أنا متعودين بالدراما السورية هذه المصطلحات. يعني سريعا ست سعاد، شو اليوم سبب ادخال هدول المصطلحات؟ انت احنا نفتقد حاليا الى دراما العائله تماما. هلا انت ما فيك تنمطي تقولي انا ما بدي هذا التفصيل، طالما الدراما موجوده وعم تحاول تنقل الحياه ممكن تطلع اي شيء. هلا انه انا ما فيني اشوفه ابني، لا انت الابن يعني ما حياخذ تربيته بس من التلفزيون، من مجموعه نقاط، يعني من المدرسه، من الام، من الاهل، وهو معرض انه يسمع هاي الاشياء. يعني هو ما معقول يكون بهي الهشاشه انه من اول ما يسمع كلمه على التلفزيون انه خلص يصير يعتنق ومبدا هذا، ماني كثير مع هذا مع هي الفكره. عموما هي خيارات اخراجيه وانتاجيه، انت ما فيك حتى تكتمل الصوره، يعني هلا حاليا عندنا الصوره مجتزاه، ما فيك تحكمي عليها لحتى تصير صوره مكتمله. نعم يعني شكرك اليوم أكيد. الحديث دراما على طول بشدنا يعني وقلبنا مليان. اكيد يعني بدنا نشكر وجودك لليوم الناقده سعاد زاهر ورئيسه قسم الثقافي في جريده الثوره، اهلا وسهلا فيكي. كل الشكر لكم، شكرا كثير. نورتي، شكرا لك. يعني رشا، خلال حديثنا اليوم حكينا عن اختلاف العادات بين الماضي والحاضر، زميلتنا اليوم تيماء